لازم بالجرن؟ ايش في جرن يزحزني انا؟ لك هلا حكتر لك السكر بالكاسه مشان تحلى ايامك. ما بقى تلحق تحلى، بس انه العمر اللي جاي اقل من اللي مضى. ان شاء الله العمر الطويل. ايه يلي بيشوف مصيبه غيره بتهون عليه مصيبته. تفضل. الله يزيد فضلك. قديش كيلو السكر بهالايام؟ هلا شو بدك السكر؟ ما بدي اعرف حالي كم طاقم اشرب انا. صحتين وهنا. ايه لك شو بدي اقول انا عن حالي؟ لما ابوه توفى كانوا صغار كنت اتمنى الموت ألف مره بالنهار، وبعدين صبرت وتحملت وصبر معي البطل حتى كبروا وشفتوا شباب. بس كان العمر باوله يعني بيتحمل صبر. الصبر ما له حدود. لا بس ام كلثوم يعني بتقول بتغني انما للصبر حدود، شو يعني هي مو فهمانه؟ عمي هلا فشيت خلقك وخلاص، هلا لازم نحكي بالشيء اللي بده يصير. هذا الحكي المزبوط. ماما عالبين ما تحضروا لنا الغداء، رح روح مع عمي نجيب اغراض ونجي. ايه اغراضي الحمد لله الحمد لله متباركين بالجامع، ليش بدنا نجيبهم ونجي؟ لا اوتيل ولا جامع، عنا اوضه على السطوح بتنام فيها لبين ما الله يفرج. لا لا عمو لا حبيبي لا، انا جاي اشكي لكم هم، ما جاي ارمي سئلتي عليكم. شنو ما بدي روح اشكي لهيئه الامم المتحده؟ شنها ما قمت رد على العرب وانا عرب. يمين وعظيم ما بتنام الا هون. خلص حلفت مرامز. وين كان بده يطلع علينا حكي؟ ما في مشكله مجوزكم وبنخلص من الحكي. الله وايدك. شايف لساعتها نفسها خضرا. الله يديمكم لبعض يا رب. صحيح بيقول المثل اذا خليت خربت. انا من 20 سنة ما حسيت بالحنان لليوم. بيقولوا انه الحنان الصغار ترى ايه الكبار بحاجه له اكثر. يلا لكان قوموا جيبوا الاغراض لبين ما حضر الغداء. لا يعني بالنسبه للغداء بتغدى، بس بالنسبه للنومه بتكون تسمحوا لي، ما بدي تقل عليكم اكثر من هيك. لك شو تقلت علينا يا سيدي؟ لما بتقل علينا بنقول لك الله الله معك مع السلامه. عمو بالمختصر ما رح خليك تنام لا باوتيل ولا بجامع. لحظه الو مرحبا اسعد كيفك؟ من البيت. لا لا يظهر ما رح لحق. ليك بدي اسالك جبتوا ناطور مسرح ولا بعد؟ طيب جاي لعندك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.